من زمان على التسريبات. خلونا نبدا. طبعا تركزون على الاشياء اللي ورا صاير الحين. لا تركزون على الاشياء اللي ورا طالع عندي. مثل ما قلت لكم المشكله ان هذا ما اقدر اركبه بمسامير هنا. ليش؟ لان انا ساكن في شقه، وبعد ما اطلع منها لازم يجوني شيء يكون الجدران وكل شيء، اني فتحت فتحات ولا شيء. خلاص طاح الاغراض، طاح الاجهزه، فخلاص طاح وخلاص بشيلهم وبشوف حل. ما راح اسوي باك جراوند عن الاجهزه ولا شيء، لان ما عندي مكان اصلا اني احطهم فيه. فاعذروني عن الشيء، اعذروني عن الشكل اللي ورا. خلينا نبدا. السلام عليكم، اهلا فيكم في التسريبات الجديدة. تسريبات الفيديو هذا راح تكون بس عن الماك بوك. ابل طلعت اشاعة جديدة الحين انها بتغير شكل الماك بوك الجديد. طبعا كبداية، ليش ماك بوك مسميتها ابل؟ يعني خلنا نعلمكم عن سلسلة ابل. سلسلة ابل الحين ولا قبل 3 سنوات لانها غير، ولا قبلها قبل 6 سنوات برضو كانت غير، فدوامة في الاجهزة خصوصا الماك بوك. نقول السنة دي في ماك بوك نحيف مرة، يعني كان تقدر تشتري عشان بدل ما تشتري الايباد تشتري هو نحيف خفيف مره، يعني خفه الايباد يمكن اخف من الايباد. اللي فيه انه في كيبورد والنظام عليه نظام الماك مو بنظام الايوس، هذا الفرق. تشتري لحق شنو؟ تتصفح، تستخدم اليوتيوب، تشوف افلام، الاشياء الخفيفه يعني وورد، اكسل، باوربوينت، بس هذه شغلته. ما في شيء، الجهاز اصلا حتى ما في مراوح، ما في الا مدخل واحد، ولا بثندر بولت برضه يو اس بي سي. فنزلت ابل كذا فجأة والناس انبهروا فيه. شكل حلو، صوته حلو، الشاشة حقته حلو برضو، الكاميرا ما واضحة بس انا من اللي بيستخدم الكاميرا ذيك الدرجة، يعني بتكلم فيها فيس تايم حلوة. بس في مدخل واحد مثل ما قلت لكم يو اس بي سي، وفي مدخل واحد 3.5 حق السماعة. اوكي، هذا خلصنا من الجهاز، هذا اقل شيء عندها. نرجع شوية فوق، نرجع بعد 3 سنوات، لان ابي افهمكم كيف لعبت في الدنيا ابل. هذا ذا بعدين نزلت. اوكي قالت اوكي نزلنا الماك بوك 3 انواع: ماك بوك برو 13 انش بدون تاتش بار، ماك بوك برو 13 انش بالتاتش بار، ماك بوك برو 15 انش بالتاتش بار. نمسك الثلاثه ذي. ماك بوك برو 13 انش بدون التاتش بار قالت اوكي هذا يعتبر نفس قيمه الماك بوك اير، لان كانت عندهم نسخه اسمها ماك بوك اير كنسلتها ابل، حطت قالت هذا نفس النحافه نفس كل شيء والرخص نفس الرخص، خليناه مكان ماك بوك اير، وكنسلت الماك بوك اير هذا قبل سنتين. والماك بوك كبرو 13 انش نفس النسخة القديمة، يعني ماك بوك كبرو 13 انش عندهم، ماك بوك كبرو 15 انش نفس النسختين ذي. بس قبل سنة رجعت الماك بوك اير. فالحركة ما ادري ابل ايش اللي تفكر فيه، رجعت ماك بوك اير ويعتبر الحين اقتلت الماك بوك برو 13 انش بدون تاتش بار، لان لها 3 سنوات ما حدثته من اول ما نزلت تقريبا، حدثته مرة وقفته. فكان قبل 3 سنوات اذا الشخص بدك تشتري ماك بوك اير نقول له لا اشتري ماك بوك برو بدون تاتش بار افضل من ماك بوك اير. ماك بوك اير تحديثه قديم، الشاشه حقته ما برتنا، وضوحها ما بذيك الكواليتي. ماك بوك برو بدون تاتش بار اوكي عشان يكون رخيص، والشاشه حقته رتنا وحلوه والاشياء ذي كلها، وفي ستيريو سبيكر. لكن الحين لا، رجعت ماك بوك اير حطت رتنا وكل شيء صار حلو، واختلف الماك بوك برو 13 انش لانه من زمان ما حدثته. فالحين نرجع السلسله: ماك بوك اير، ماك بوك برو 13 انش، ماك بوك برو 15 انش. هذه السلسله اللي عنده. الماك بوك اللي بدون اي اسم بس ماك بوك الكلام عن نفس الايباد، من نزلت تقريبا حدثت مره ومرتين ووقفت ما تحدثت. في اشاعه قويه انه بيغيرونه، بيغيرون فيها شيء واجد. اتمنى يعني اوكي في يو اس بي 1 سي، اتمنى يخلوني المدخل حقه يخلونه ثندر بولت افضل من يو اس بي سي، لان اليو اس بي سي يدعم اليو اس بي سي اوكي، بس الثندر بولت الجديد يدعم اليو ثندر بولت ويدعم اليو اس بي سي، فهذا افضل. ولو يحطون مدخلين يعني واحد منه واحد منه افضل، لانه بس واحد حاطين. فاتوقع هذا اللي بيسوون فيه الجهاز، ما في شيء داخل الجهاز، ما في مروحه، ما في اي شيء، المعالج والرام كله قطعه صغيره كذا كانها ايباد اصلا، قطعه كذا صغيره اللي هي المذر بورد، والباقي كله باتري، ما في شيء الجهاز. لان الفئه اللي بيستخدمون هذه الفئه حق مدارس تصير حلوه اوكي، لكن الحين عندكم الايباد، يعني الايباد ماوس كل شيء جاهز شغال ما في شيء. فاللي يبون ذا الشكل يعني حلو انه فيه كل شيء، فيه 3 الوان تقريبا: ذهبي ووردي واسود. فحركة حلوة، خفيف ونحيف مرة، نحيف مرة مرة، يعني الشكل حقه يبهرك، لكن شغل بيسك بقوة يعني، بس تصفح على شيء ذي كلها. وجات اشاعة ثانية الحين يقولون ان اصلا اشاعات ابل ليش كذا؟ قبل 3 اسابيع توهم منزلين الماك بوك برو 15 انش
فجرت ام الدعوه فيه، سوت يعني معالج جديد حق انتل الجديد، وحراره ما في حراره الناس كانت في مشاكل الحراره، ونزلوا الكيبورد الجديد حقهم اللي هو تقنيه البتر فلاي، هي جاي كانها فراش ما ادري كيف، تقريبا البتر فلاي 4 الحين نزلوها، لان كلها في مشاكل كان في ابل في الكيبورد لان منحفينها مره ما ادري ليش مسوين ذي الحركه، كلها مشاكل. الحين النسخه الرابعه منزلينها، فقبل 3 أسابيع توكم منزلين نسخه جديده، يعني فجرتوا الدعوه، المعالج حقه القوي، كارت الرسومات الجديد القوي، يعني في اشياء قويه في الجهاز، يوصل 4 تقريبا او 5 جيجا هرتز تقريبا، الصراحه شيء قوي لدرجه ان انا فكرت اني اشتري. دقيقه بس رجعت معاكم، ليش؟ لان الجهاز حقي هذا هو، الجهاز حقي طبعا الطقم هذه 4 سنوات عندي فيها تقريبا، 5 مثل ما اشوفها. شريت اللابتوب في نص 2011 اللي هو اول جهاز ماك بوك برو 15 انش ودريت انسلي تقريبا في نص 2011 نزل، ماخذ اعلى المواصفات فيه، اخذت على الاي 7 16 جيجا رام، ذاك الوقت ما في الا 16 جيجا رام. في السعوديه كنت رايح تقريبا في الخبر، طلبته طلبيه من شركه في الخبر نسيت اسمها، يعني رسمي من ابل، طلبته لانه ما قدرت اشتري من امريكا، لان امريكا كانت ذيك الفتره ما اقدر احط كاستوم لحق ان يكون الكيبورد لغه عربيه، لكن احنا اقدر اشتري من هنا لغه عربيه. طلبته وقالوا لي انتظر لازم شهرين، انتظرت لين نهايه رمضان اذكرها، لين جوالي تقريبا شريته 512 الذاكره اخذت 16 جيجا رام الاي 7 هذه المواصفات اللي اقدر العب فيها كانت، اخذتها ب 14500 ريال سعودي. في ذيك الفتره ما في اقومن، والى الان شغال معي ممتاز، تخيلوا القناه الحين الفيديوهات اللي اسويها كلها وبعضها مرفعها لكم 4K كلها بالجهاز، حللته يعني من 2011 الى الان شغال معي، خلص الجيل الريتن ديسبلي هذا اول واحد، خلصنا بعده نزل 4 اجيال بعد 4 سنوات، وبعدها نزل الحين الجديد بالتاتش بار، خلصنا 4 سنوات الحين، مشينا معه 8 سنوات، والحين بيكون نزل الجيل الجديد والى الان جالس عليه، الجهاز شغال معي ممتاز ما في اي شيء. الحين بيشوف تقطيع خفيف تعب الجهاز، اشتغل عليه شغل الله يوريك، المراوح تشتغل على طول كل شيء، يعني انزل فيديوهات هنا وارفع هنا واسوي اخراج الجهاز، ولا والموديل حق الجهاز 2011. المهم طولت معاكم، احس اني طلعتكم التسريبات. نرجع، جهاز شغال ممتاز، فكرت اني اشتري التاتش بار، مشيت اشتري ولا ما اشتري، الحين نزل قبل 3 أسابيع الجديد والتاتش بار ومواصفات قويه، قلت خلاص هذا الجهاز حقي اللي بشتريه، اللي نزلت في ابل ما في افضل منه. ايش ولا اليوم طلعت تسريبات انه بينزل جهاز جديد، ابل مخبطه في الماك بوك برو، يعني كان اول كل سنه سنتين تنزل واحد، الحين في السنه تنزل 2، ولو تنزلهم بدون اي سابق انذار، يعني كذا فجاه بوم نزل، حدث الموقع نزل جديد، ما في اي شيء، ما في مؤتمر، ما في اي شيء، ولا حد يدري اصلا، ولا في توقعات انه بينزلون، فجاه كذا ينزلونه. كيف؟ ليش؟ شو السالفه؟ بس انت اللي تنزل مع جديد تنزل ابل. نزلوا الحين، المشكله ان الاشخاص اللي توهم شرينا، يعني في اشخاص توهم شرينا، يعني مثلا يجي احد يسالني متى اشتري ماك بوك برو او متى اشتري اللابتوب الجديد، اقول له يعني اول خلاص تو نازل قبل اسبوع، فهذا افضل وقت تشتري تو نازل، يعني ما راح اقول لك انتظر بينزل جديد لان شيء تو نازل خلاص هذا حلو، لا المشكله اللي شروه الحين قبل اسبوع اسبوعين، طلعت اشاعه الحين ان ابل بعد 4 شهور تنزل جديد، 4 شهور 5 شهور على نهايه السنه تنزل جديد. فابل قبل 2011 ل 2010 2011 كان عندها الماك بوك برو، عندها 13 انش 15 انش سناب داك، وعندها واحد 16 انش كبير، كنسلته من زمان من زمان من زمان. الحين الاشاعه الجديده ان ابل بترجع 16 انش، ايش بتسوي؟ خلينا نشغله، اسف على الشكل او الوساخ اللي فيه، اسف. مثل ما نشوف الحين خليه يشتغل واوريكم ايش اللي بتسوي ابل. هنا الحواف كبيره في الجهاز، خليه يشتغل. خلاص الجهاز تعب والله، هذا اول شيء يعني بعد الكاميرا والمايك لازم اغيره عشان نرتقي شوي في الايديت والتعديلات، لان تخيلوا يعني شغلي كله على هذا الجهاز. اوكي جبنا العيد، مثل ما نشوف الحواف دي كبيره، هنا الحواف، فابل تقول لك الحين خلاص بتصقرها، يمكن تكبر جهازي شوي تصقرها ويصير 16 انش، لان هذا تقريبا 15.4 انش، بتنزل واحد الحين 16 انش، ما ادري هل بتنزل واحد 16 انش وبتخلي ال 15؟ في الماك بوك برو ما اتوقع تسوي هبل، يعني كسر 15 خلاص خلي 16 انش على طول بس بدون حواف خلاص، فهذه الاشعه القويه اللي بتسويه بدون حواف. بما انها التاتش بار في اشاعات قويه برضه تكلموا انه يمكن يخلون الجهاز كامل، يعني التاتش بار راح يكبر، لان حبه حبه في المستقبل 100% انه اصلا الكيبورد ما راح يكون فيه كيبورد كله لمس،
في اشاعات قويه من زمان طلعت في تسريبات حق الاشكال، لكن تخيلي يعني ابل ما تكلمت عنها. لكن في المستقبل 100% بنروح حق الشيء، في اجهزه حق الويندوز نزلوها، لكن ابل بتسويها بس مو بالحين. ف هذه التسريبات كلها، الجهاز الجديد بينزل 16 انش، فخطه الماك ما ادري كيف بتسوي، يعني ماك بوك اير، ماك بوك برو بدون تاتش بار، بعدين كنسلته وهو موجود بس انه ما حدثت من زمان، بعدين ماك بوك برو 13 انش، ماك بوك برو 15 انش، ما ادري بتنزل ماك بوك برو 16 انش الحين وبتكنسل 15 ولا بتخليهم، فالخلطه دي كلها هذه اللي موجوده. بس هذا الفيديو ما ادري اذا عجبكم ولا ما عجبكم، طلعت لكم اللي في قلبي، طلعت لكم الاشياء اللي تفكر فيها. الحلم حقي اني راح اشتري، لكن يعني جيت بشتري الشيء انا بشتري اعلى شيء، يعني لازم اجمع 4300 دولار، يعني بشتري اعلى مواصفات. الهارد ديسك اللي هو الاس اس دي الاستورج راح اخليه مثلا على 512 1 تيرا، واحده من ذيلي، ليش؟ انا كل شغلي راح يكون على اليو اس بي سي الخارجيه او الثندر بورت، ان قوه الثندر بورت الخارجيه اقدر اخلي الفيديوهات كلها فيهم في الهارد ديسك الخارجي، واعمل اديتنج والشغل كله على الهارد ديسك الخارجي، ما راح يكون في بطء ولا راح يكون في شيء. يعني بقول لكم اياها، ترى افكر اني احيانا اوقف القناه كلش، سوء الدعم اللي في القناه، يعني في احباط كبير عندي، فلو بفكر قدام بكمل لازم اشتري ذا الشيء. اشتري ماك بوك جديد يعني اعلى مواصفات، علشان خلاص 4000 ولا 4500 اربع سنوات خمس سنوات قدام شغال ممتاز معاي، واديتنج ممتاز، ونشتري كاميرا فيها 4K ومايك ممتاز، ولو يعني خلاص فيديوهات كلها 4K وصوت كويس واضاءة كويسة ولابتوب كويس، نبدأ معاكم شروح جديدة وتكون بكواليتي اعلى. بس احس اني قاعد اتكلم عن القناة اكثر ما اتكلم عن اللابتوب، لانه حلمي اني اشتري. الزبدة انها طلعت تسريبات او تسريبات مؤكدة ان ابل الحين سجلت، الكل يعرف ان كل شركة قبل ما تنزل جهاز لازم تخش في الحكومة تقريبا، ما ادري اسم هذا القطاع، انها تسجل ارقام لحق الجهاز الجديدة وخلاص يوافقون عليه هذا القطاع الخاص، ما ادري شو اسمه، او القطاع العام، قطاع التكنولوجيا ذا، يوافق على الاسم هذا، وبعدها خلاص الشركة تمسك ذا الاسم وتبدأ تنزل اجهزتها فيه. يعني خلاص ابل حجزت الحين مثل ما نشوف الارقام دي، طبعا ارقام ما حد يفهمها، لكن هذا ارقام الاجهزه حقتها حق الماك بوك. فهذه المشكله، انا قلت لكم ماك بوك تحسبون ماك بوك صغير، لا انا اكلمكم عن كل القطاعات، لان ابل المشكله ان اول كنا نقول ماك بوك خلاص نعرف ان جميع اللابتوبات ابل، الحين لا، ابل عندهم جهاز اسمه ماك بوك، فاذا قلنا ماك بوك تحسبون انه ماك بوك ذا، لا انا اقصد ان اللابتوبات ابل كلها لازم تعدلين اسميها ابل، يعني ماك بوك ما يصير جهاز واحد عنده اسم ماك بوك، اعطيه اسم عشان نقدر نقول ماك بوك يعتبر كل الاجهزه، اوكي؟ فالمهم ان ابل اجهزه او اعلنت ذي الشركه او القطاع هذا اعلن ان ابل تو حاجزه، ما باسم واحد، ما باسمين، ما بثلاثه، ما باربعه، ما بخمسه، ما بسته، سبع اجهزه، هذا ارقامهم ما نفهم الارقام ذي ايش معناتها، لكن المهم ان ابل مسجلة عندهم، يعني ذي الأرقام أرقام أجهزة، حتى أرقام الآيفون وذيلي كلهم يبدؤون بالـ A6 وما أدري كيف كذا الأسماء ذي. فبس أبل مسجلة الحين سبع لابتوبات، ما أقول ماك، سبع لابتوبات بتنزلهم ذي السنة، يمكن الشهر الجاي، يمكن الأسبوع الجاي، يمكن بعد بكرة، يمكن بعد شهرين وثلاث شهور، ما ندري متى. أتوقع إن لو كانت سبع أجهزة وشيء قوي، يعني ماك بوك برو 16 إنش لازم يكون له مؤتمر. أبل في الماك بوك يعني قبل ثلاث سنوات أقدر أقول لكم متى، بس الحين يعني السنة راحت، في جولاي نزلت الماك بوك جديد، السنة هذه نهاية ماي نزلت لابتوب ماك بوك جديد. طبعا السنة راحت أقول لكم في جولاي نزلت، وفي أكتوبر أو نوفمبر نزلت في نفس الوقت، نفس اللابتوبات ماك بوك برو 15 نزلت، كانت تحديثات جديدة هنا وهنا، كانت أول من كل سنة إلى سنتين تنزل، الحين لا في السنة مرتين. فالسنة هذه نزلت الحين في ماي، يمكن الجديد ينزل في نوفمبر أكتوبر، لأن سبتمبر مستحيل تنزلت، تخلي سبتمبر حق الآيفون، وأكتوبر يمكن حق الآيباد والساعة، فنوفمبر يمكن نشوف قدام معاكم. بس في نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك القناة ونشر المقطع وعملك المقطع وتعليقاتكم تهمني، ولا تنسوني فضل دعاكم، نرجع معاكم فيديو ثاني. طبعا الحين بخلص الفيديو، بسكر الكاميرا وبنزل الفيديو ذا كله في اللابتوب، وابدا معاكم سلسلة حق تسريبات الايفون الجديد، لان في تسريبات قوية اتكلم معاكم فيها. السلام عليكم.